سمك البوري نشوف مقاديره مع بعض. عندي السمك البوري المحشي محتاج عندي سمك بوري سواء بقى واحدة اتنين تلاتة اي عدد انتوا حابينه على حسب عدد الاسرة عندكم، وربع كوباية خل وربع كوباية ليمون وملح وفلفل وكمون وكركم وتوم باودر وزيت وبصل مفروم، وعندي كمان كزبرة مفرومة وملح وفلفل وبهارات سمك وبصل جوليان وثلاث ثمرات طماطم مفرومة ومعلقة كبيرة من الصلصة وست فصوص توم ماشي، وممكن نقدمه بقى مع رز أبيض زي ما انتوا حابين أو تقدموه مع صيادية براحتكم خالص. هقول المقادير مرة كمان، محتاجة عندي سمك بوري، ربع كوباية من الخل، ربع كوباية من الليمون، ملح، فلفل، كمون، كركم وتوم باودر وزيت وبصل مفروم وكزبرة مفرومة، وعندي كمان ملح وفلفل وبهارات سمك وبصل جوليان وثلاث ثمرات طماطم مفرومة ومعلقة كبيرة صلصة وست فصوص ثوم. أول حاجة عندي السمك البوري، عندي هنضفه كويس، هشيل القشر بتاعه من بره بظهر كده سكينة أو ظهر مقص، وهبدأ أنضفه من أي قشر وهفتح بطنه وهنضفه من جوه تماما، هنضف بطنه تماما خلاص، وهشيل اي الحاجات اللي هي اللي بتبقى موجوده، القشر بتاعه، الزعانف اللي بتبقى موجوده هنا، كل ده هبدا اشيله بالمقص او بسكينه خلاص، واكون منضفه بطنه كويس جدا عشان انا هحشيه. هبدا بس ايه اشيل دول كده من على النار عشان سخنوا قوي. تعالوا اول حاجه هتبل عندي السمك، هحط للسمك هحط له ربع كوبايه من الخل، ربع كوباية عصير ليمون، وهبدأ أحط التوابل بتاعتي، هحط شوية كركم، أحط شوية كمون، أنا بتبل السمك، وشوية توم باودر معلقة صغيرة كده، وبرضو هبدأ أحط الملح والفلفل بتوعي أهو. ممكن نفس السمك ده يبقى مثلا سمك بولتي او حاجه ممكن، بس هو بيبقى طعمه يعني بحبه اكتر انا بالبوري بصراحه اهو. ونبدا نقلب باي مضرب او اي معلقه اهو، هقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وناخد عبد الله، ودي هتبقى تتبيله السمك اللي هتبله فيه. عبد الله ازيك؟ ازيك يا عبد الله؟ انا بحب حضرتك جدا، انا بكلمك بقالي اسبوع. الله يخليك. اه طبعا معانا كل يوم. ربنا يخليك. انا بوجه التحيه ليكي ولكل الكاست بتاع البرنامج. الله يخليك، تسلم. قناه الحياه اللي ما اقدرش نستغنى عنها في اي حاجه. الله يخليك، تسلم من ذوقك والله. والله انت شيف محترم جدا. الله يخليك. بتخلينا نسال عن اي حاجه. تسلم. تسلم. عايز اسال عن شيء. اتفضل. تعرف طريقة عمل المكرونة، طريقة عمل الفراخ المشوية؟ حاضر، هقول لحضرتك طريقة عمل الفراخ المشوية. أي سؤال تاني يا عبد الله؟ ميرسي ليك، هقول لك حاضر طريقة عمل الفراخ المشوية. تمام؟ بصوا يبقى هنا الخل والليمون ربع كوباية وربع كوباية، وكركم وملح وفلفل، وحطيت شوية كمون وتوم باودر، وهبدأ إيه أتبل السمك بالشكل ده كده أهو. بكل التوابل دي، وهفتح كده بطنه برضو ايه هتبله من بره كده ومن جوه اهو بالشكل ده كده. تمام اهو، بصوا اهو كده، اخد كل التتبيله دي في البطن زي ما انتوا شايفين كده. بصوا البطن عندي هفتحها وهنضفها وتبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو كده بالشكل ده. هاخد كل التتبيله اللي عندي تحت اهي واحطها من جوه اهو كده لحد ما اكمل بقيه الوصفه بتاعتي اهو. بصوا هسيبها كده في التتبيله لحد ما اروح اعمل الحشو بتاع السمك بتاعي وناخد شهد. ازيك يا شهد؟ ازيك يا شهد؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟
بحبك جدا والله. الله يخليكي، تسلمي لي يا شهد، ربنا يخليكي يا حبيبتي. قولي لي عندك ايه؟ انا بس عايزه اسال على حضرتك الجمبري. الايه بالجمبري؟ قولي لي. الجمبري. عايزه ايه؟ طريقته بايه؟ صينيه ولا مقلي ولا عايزاه ايه؟ قولي لي. صينيه. حاضر يا حبيبتي، عايزه ايه تاني؟ وهو السمك البوري ممكن يتعمل في صينيه؟ اه ممكن، احنا النهارده عاملين صينيه سمك بوري، ممكن تعمليه بالطريقه دي، ممكن تعمليه سنجاري، هقول لك كذا طريقه برضو عليه وانا شغال. واحنا النهارده هنعمل صينيه بوري، يعني اتفرجي علينا في الوصفه دي. ما انا بتفرج اهو. ماشي يا حبيبتي، ماشي، تسلمي يا حبيبتي. ماشي، بصوا في طاسه كده هنحط شويه زيت اهو بالشكل ده كده، وهبدا احط البصلايه بالشكل ده، هشوحها كده مع شويه الزيت اهو، وممكن نحط يا كزبره يا بقدونس لو ما عنديش كزبره، اللي متوفر عندكم. وهحط نفس التوابل اللي انا حطيتها في التتبيل، اللي هم الملح والفلفل والكركم والثوم الباودر، نفس الموضوع. ناخد سمر معانا. ازيك يا سمر؟ ايوه يا شيخ. اتفضلي يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله يا جميله، كله زي الفل. ممكن تقولي على طريقه السمك السنجاري بس؟ حاضر هقول لك. عينيا، سمك السنجاري. عايزه حاجه تاني؟ حاضر يا حبيبتي، عينيا. بصوا هحط شويه ملح، بس مش هزود بقى الملح لان انا حاطه ملح في التتبيله عندي كويس، فهحط بسيط بس من الملح وشويه فلفل اسود، وهقلب الحشو بتاعي مع بعض. ده الحشو اللي انا هحشي بيه السمكه اهو بالشكل ده كده. تمام اهو، هشيله بقى من على النار، وهبدا كده اجيب معلقه احشي بيها عشان هتبقى سخنه قوي، وهجيب الصينيه اللي انا هدخل فيها الفرن، هحط فيها شويه بصل جوليان، هفرشها كده تحت السمك اهو، احط شويه كده بس كده، حلو قوي. هعمل لها فرشه، هعمل للسمك عندي فرشه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا احشي السمك من الحشوه دي اهو، شايفين بالشكل ده كده. بصوا متبل من جوه كويس ازاي اهو، وهحشي كل الحشو اللي انا عملته ده، هحشي السمكه بالشكل ده كده بيه اهو، بيدي طعم حلو قوي الحشو ده اهو. اخده كده كله واحشي السمكيه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. اخد المعلقه دي ازودها هنا اهو، خلاص حشيت السمك بتاعي وتبلته من بره ومن جوه زي ما انت شفته كده، هحطه على البصل اللي انا فرشته في الصينيه بالشكل ده كده. تمام اهو، وهدخله الفرن يتشوي شويه لحد ما اعمل له الصلصه بتاعته اهو اهو، هدخله يتشوي لحد ما ايه، ما نعمل الصلصه بتاعه السمك. تمام، طيب تعالوا بقى ايه نعمل الصلصه اللي انا هحطها على السمك بتاعنا. عندي طاسه بالشكل ده، هحط بقى فيها شويه زيت اهو بالشكل ده كده، وهقوم نازله بالثوم اهو، ومش عايزه الثوم يتحمر، يعني تشويحه كده، وهقوم نازله بالطماطم اهو،
يبقى انا شويه زيت شويه ثوم، 6 فصوص ثوم عندي هرستهم او مفرومين ناعم، وبعدين هنزل بطماطم متقطعه صغير بالشكل ده اهو خلاص، وبعد كده هحط عليهم معلقه الصلصه، وهحط نفس برضو التوابل اللي انا استخدمتها. احنا استخدمنا ملح، استخدمنا فلفل، استخدمنا شويه كركم وكمون وشويه توم باودر. حط شويه الكمون دول، هات لي كمون تاني، شويه كركم، شويه توم باودر، هحط فلفل اسود والملح. يا جماعه نراعي ان احنا حاطين ملح في كل حاجه، فانا هحط يعني يا دوب ربع معلقه هنا عشان ما يبقاش كل حاجه عندي مملحه فنلاقيه في الاخر مالح قوي اكتر من اللازم يعني اهو. شويه زيت، الثوم، وبعدين الطماطم المتقطعه، الصلصه، وملح وفلفل وشويه ثوم باودر وشويه كركم والكمون اللي عندي اهو. هقلب تقليبه وهجيب نص كوبايه من الميه، تحرك كده عندي اهو، تحرك كده الدنيا عندي شويه بالشكل ده اهو خلاص. والصلصه دي هبدا بقى اطلع السمك، هحطها فوق الوش واسيبه يغلي غلوتين. هزود بس شويه ميه كده عشان ايه متبقاش تقيله قوي، عشان لسه السمك كمان هيستوي معاها اهو. ممكن احطهم في ال ولا اطلع لك الصينيه من الفرن يا ياسر، اني بالنسبه لك احسن؟ بصوا هطلعها احسن عشان تبقوا شايفين تمام. وهبدا بصوا احط عليها كده الصلصه وادخلها تاني اهو اهو، واسيبها ادخلها تاني كده الفرن تستوي اهي بالشكل اللي انتوا شايفين ده تمام. بصوا قدامنا اهو بالشكل ده، ابدا بقى احط الصلصه كده من فوق كله اهو، واسيبها بقى ايه تستوي كده مع التتبيله مع الحشو. بصوا الصينيه دي طعمها بجد وهمي، السمكية متبلة من كل حتة، من برة ومن جوة، وفيها حشو طعمه حلو قوي، وفيها صلصة كمان طعمها حلو قوي. عشان كده بحب السمك ده يبقى مع رز أبيض، ما يبقاش مع رز صيادية، عشان ناكله بالصلصة كده بالحاجات اللي فيه بيبقى طعمه حلو قوي. يبقى احنا كده عملنا 3 خطوات بالسمكة، تبلنا السمكة وبعدين عملنا لها الحشو بتاعها، وبعد ما عملنا لها الحشو بتاعها عملنا لها الصلصة بتاعتها تمام. ناخد فاطمة. ازيك يا فاطمة؟ طب حاولي تكلمينا تاني يا فاطمه معلش. تبلنا السمكيه عندنا بربع كوبايه خل، ربع كوبايه ليمون، حطينا ملح وفلفل وشويه كركم وثوم باودر وشويه كمون، ده التتبيله بتاعت السمكه، تبلناها فيها من جوه ومن بره. بعد ما نضفنا لازم البطن كويس قوي، وبعد كده عملنا لها الحشو. الحشو عباره عن بصل وعباره عن كزبره خضراء مفرومه، وحطينا كمان معاها نفس التوابل اللي احنا حطيناها في التتبيله تمام. قلبناها مع بعض شويه، وبعد كده حشينا السمكه وعملنا لها الصلصه عباره عن زيت وثوم وطماطم متقطعه وصلصه، ونفس برضو التوابل حطيناها فوق الوش زي ما انتم شفتوا. ده صينيه البوري معانا.